التوقعات رجحت خسارة نتنياهو، لكنه فاز. هل صحيح أن خطابه الراديكالي هو السبب في فوزه؟ أم أن آراءه التي اختزلها بلاء كبيرة لا للدولة الفلسطينية كانت الحاسمة في هذا الأمر؟ ألا تؤكد نتائج هذه الانتخابات القناعة الراسخة لدى العرب بأن إسرائيل لا تريد السلام بل تعمل على تقويض أي جهد في هذا الاتجاه؟ نتائج الانتخابات طرحت أسئلة كثيرة أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي. كيف سيتم التعامل معها؟ سؤال برسم المستقبل. إسرائيل، من ينقذها من نفسها؟ في بانوراما.